به أجمعين. أما بعد، ساد العلماء القاضي حفظت كتاب الله عز وجل أيها الحضور الكريم. حقيقة هذا اللقاء المبارك الكريم الذي يهز مشاعرنا ويجعلنا نشرب ونتطلع إلى تاريخ حفيظ، تاريخ الأمجاد وتاريخ الرجال وتاريخ العلماء وتراجمهم ونقضي على حياتهم وما قدموه لهذه الأمة من خدمات وما قدموه للإسلام وللمسلمين من أعمال ونفع. أيها السادة الأفاضل، حقيقة حينما نستحضر تاريخ الأمر الراشد ونستحضر تاريخ العلامة سيدي عبد الله الشقياطي ونجد فيه العالم الذي رحل وخرج من بلده إلى الشرق طالب العلم وفي نفس الوقت مدرسا ومعلما للعلم، ونجد فيه كذلك الشخصية التي عادت عامرة الوفاق وعادت إلى بلدها وإلى هذه القرية لنفع وطنها لتعليم كتاب الله عز وجل وتعليم العلم الشرعي، ولكن في نفس الوقت نجده أنه كان رجلا من الرجالات التي يعتمد عليهم لا في التدريس والتعليم ونفع البلاد والعباد، ولكن كان الرجل الذي يطمئن إليه ولي الأمر في ذلك الوقت. وقفنا على رسالة المولى عبد الرحمن العلوي يطلب منه أن يتدخل في صد نزاع بين قبائل في هذه الناحية، كما أنه كان من المعتمد عليه في تأديب من يجد تأديبه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانته الاجتماعية ومكانته العلمية. لذلك أيها السادة الأفاضل، حينما نتأمل تاريخ هذه الزوايا زوايا رجراجة نجد هذا التاريخ حافلا بالعلماء، ويكفينا حينما نجد من شرح المدونة شرحا وافيا كافيا موسعا نجده من علماء رجراجة. كذلك حينما نبحث عن العلماء الذين كتبوا في علوم القرآن كالعلامة الشوشاوي رحمه الله رجراجي الذي هو مؤلف في علوم القرآن، ونجد عالما آخر نجده كذلك له تأليف في طاءات القرآن وضاءات القرآن ودالات القرآن ودالات القرآن، وهو من علماء الرجراجة. فلذلك في المدارس الرجراجية يجب أن يعلم الأبناء والأحفاد أنها مدارس القرآن الكريم ومدارس العلوم الشرعية ومدارس المجاهدين ومدارس المصلحين. لذلك حينما تعقد هذه اللقاءات وحينما تعقد هذه الندوات فإنما المراد منها والغاية من هذا كله هو تذكير الأبناء والأحفاد بما قدمهم وبما قام به أجدادهم ليسلكوا على نهجهم ويسلكوا سبيلهم ويتأسوا بسيرتهم وسنتهم. لذلك نحن ونعنى مجموعة من أعضاء رضاه الله على أحسن، واكبنا هذا الطور ربيع من أول خروجه ونبقى نواكبه إن شاء الله إلى النهاية، ومحاضراتنا ولقاءاتنا مع أبناء رجراجة نقول لهم أجدادكم كانوا عندنا، آباؤكم كانوا علماء، كانوا يعلمون القرآن
كانوا يحفظون القرآن، العلماء والحفاظ كانوا يعلمون بأنفسهم والميسورون والأنبياء من أجدادكم وأبنائكم كانوا يحفظون أموالهم على نصر علوم القرآن الكريم وعلى نصر علوم الشريعة الإسلامية. وأزف إليكم وإلى نفسي أيها السادة الأفاضل بشرى لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فينبغي لنا جميعا أن نعمل على هذا أيها السادة الأفاضل. إذا ما نحن انتقلنا إلى الله سبحانه وتعالى أن نبذل جهدنا من أجل أن نخلف ما سمعنا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. الصدقة الجارية هي التي يبقى نفعها وثوابها ويلحق الهالك والمنتقل إلى الله سبحانه وتعالى، والعلم المنتفع به، وهو الذي يجب أن نعمل جميعا وأن نتعاون جميعا على نشره ليبقى خلفنا يلحقنا أجره وثوابه ونفعه يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. والولد الصالح من ذكر أو أنثى نخلفه كذلك يدعو لنا ويعمر حياته بطاعة الله سبحانه وتعالى ليلحقنا أجر عمله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يكمل أعمال هذه الجمعية التي تعمل على نشر وعلى إحياء تراث الإسلام وعلى إحياء تراث الآباء والأجداد في هذه المؤسسة، وأن يوفقهم جميعا وأن يعينهم وأن يسدد خطاهم، وأن يكونوا وأن نكون جميعا تحت ظل القيادة الرشيدة لعاهد المبدع الذي يسعى بالليل والنهار من أجل أن تبقى هذه الأمة متمسكة بدينها معتصمة بكتاب ربها وسنة نبيها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله، فهو يبذل كل ما في وسعه من أجل الحفاظ على تراثها وحضارتها ومقوماتها ومقدساتها لتبقى أمة مغربية مسلمة أمازيغية عربية تعتز بدينها وتعتز بحضارتها وتعتز بقيمها وتعتز بتاريخها وتعمل على أن تبقى ثابتة لا يحركها عن مقوماتها وحضارتها أي محرك. ونرجو الله لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.